ادعوا الله انتم المتطيعون بالاجابه، اي متاكدون ان الله يستجب. ادعوا الله وانتم مطيعون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل او لاه، ويختار المؤمن اوقات الدعاء، اوقات الاستجابه كالسجود في الصلاه والثلث الاخير من الليل وبين الاذان والاقامه، ويفتتح الدعاء بحمد الله والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء لنفسه ولوالديه واهله واولاده ووطنه واولاد امره. قال عبد الله بن مسعود: بدات الدعاء بالثناء على الله ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى سل تعطى سل تعطى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه الكرامين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.